السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. اتأخرت عليكم خالص في نزول الفيديوهات المرة دي. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، ينعاد علينا الأيام بالخير والصحة والبركة يا رب. يلا بينا نشوف الفيديو بتاع النهاردة بيتكلم عن ايه ونرجع تاني. طيب يا جماعة، في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن طريقة اضافة الجرار الالكو اللي هو شبه الهنشل المصري، طبعا بعد ما عدلنا عليه في اللون وفي صوت المحرك وفي كل حاجة، فاصبح هو زيه زي الهنشل المصري، تمام. واتمنى جدا ان الاضافة دي تعجبكم، ويا ريت نركز جدا في الشرحة عشان خاطر نعرف نضيف الاضافه. بس قبل كل ده يا ريت بس نصبر شويه ونسمع الكلمتين اللي انا عايز اقولهم. يا جماعه، احنا ما بنبخلش على حد في حاجه، الحاجات اللي بنعملها بنفسنا، بننزلها مجاني للناس وما بنطلبش فيها فلوس. فاتمنى يا جماعه محدش يغلط او محدش يحاول يغلط او يفهم غلط. ليه؟ لان ده هيتسبب في حاجتين. الحاجة الاولى ان انت هتعمل لك بان من الجروب، والجروب هو اللي بينزل فيه كل حاجة، وهيتعمل لك بان من قناتي هنا على اليوتيوب، ومش هتقدر تستفيد باي حاجة تاني، وهتبقى انت الخسران لو انت اساسا كنت من عشاق سكك حديد مصر. ولو انت اساسا كنت من عشاق سكك حديد مصر، فطبيعي جدا مش هتقول الحاجات دي او مش هتفكر بالطريقة دي، تمام. انا بس يعني الكلمتين دول كان لازم يتقالوا. ليه؟ لان كل واحد عارف نفسه. ويا جماعة بعد اذنكم، الحاجة اللي احنا بننزلها بتبقى كملت وخلاص وخلصت، الحاجة اللي احنا ما بننزلهاش بتبقى لسه ما خلصتش. فاتمنى محدش يسيب الاحداث، ومحدش يفضل يطلب. كده الحاجة اللي بتخلص بتنزلها، فمش مستاهله خالص ان انت حضرتك ايه تفضل تطلب. وكل سنه وانتم طيبين تاني مره. طب يا جماعه، ورجعنا هنا بقى من على سطح المكتب عشان نشوف الاضافه دي هتضاف ازاي، تمام. طيب الاول هيبقى عندنا الملف ده، هنفك الضغط من عليه، وطبعا احنا عارفين كلمه السر هتلاقوها في الفيديو، تمام. طيب بعد ما نفك الضغط من عليه هيظهر لنا الملف ده اسمه اسيست، تمام. هنخش عليه يعني، او اول ما نفك الضغط نخش عليه، تمام. نتأكد ان احنا اول ما نفتحه يبقى جايب لنا كلمة جروب ستار، ده جروب STR، تمام. انا بقوله ستار، تمام. طيب لو مش جايب كده، يعني مثلا لو هو جايب مثلا assist by TSAG، وبعد كده اجي دخلت عليه يجي جايب لي assist، وبعد كده يجي جايب لي جروب ستار، لا كده غلط. فانا في الحالة دي هاخد ايه؟ هاخد من اول اسيست بس. فانا هاخد اسيست كده، يعني هاخده ايه؟ هاخده كوبي، هاخده قط براحتي، تمام. وهروح على فولدر اللعبة، تمام. وبعد ما اروح على فولدر اللعبة بس اعمل لاسك هنا، تمام. بس وكده تبقى الاضافة دخلت معايا جوه اللعبة. يلا بينا بقى نشوف الاضافة جوه اللعبة. طب يا جماعة، اللعبة فتحت معانا اهي، تمام. تعالوا نشوف ايه. تعال الاول ناخد نبذة كده مختصرة عن اللعبة، لان في ناس بتحمل اللعبة لاول مرة متبقاش عارفة ايه ده. اللعبة لما بتفتح معاك سواء على اي اصدار غير اصدار تقريبا 2012 بيبقى مختلف شوية، بس باقي الاصدارات بتبقى بالشكل ده، تمام. طيب انا دلوقتي لو الكمبيوتر بتاعي امكانياته مش كويسة، فبدوس على سيتنج هنا وببدأ اغير في الجرافيك بتاع اللعبة، ببدأ اوطي الجرافيك ده خالص، تمام. الريزولوشن لا، مالناش دعوة بالريزولوشن، ده اول واحده. الماستر ديتيل اللي هي التفاصيل وكده، فدي ممكن نعملها على اوطى حاجه او الواطيه، وعلى حسب بقى الجهاز بتاعنا هيستحمل ايه بالظبط، تمام. ودي برضو بنعدل فيها على حسب برضو امكانيات الجهاز بتاعنا، تمام. طيب هنيجي نشوف ايه الحاجات اللي تحت دي وبنستخدمها في ايه. الدرايف ده بنستخدمه عشان نخش على الاطرات والسيناريوهات وكل الكلام ده، تمام. بروفايل سيبك منها، مش هتعمل بيها حاجه. البيلد دي عشان تعمل انت روت جديد
تمام، او اللي هو تعمل طريق جديد، تعمل طريق بقى بالجرارات بالسيناريوهات بالمحطات بكل حاجة، طريق من انشاء كده تمام، وهنتعلم الحاجات دي في فيديوهات جاية بعد كده. اوكي، التلات حاجات دول ما نرجعوا بيهم، لان دول تقريبا خاصين بالنسخة الاونلاين اللي هي النسخة بفلوس. طيب هنيجي داخلين مثلا عشان نشوف الجرار، هنخش على درايف. طيب دخلنا على درايف، طيب ناخد نبذه كده برضو سريعه عن اللي موجود في الدرايف عشان برضو الناس اللي بتحمل اللعبه لاول مره تبقى فاهمه هي بتعمل ايه. كويك درايف ده كويك درايف، انت بتختار من هنا الجرارات اللي موجوده جوه اللعبه تمام، وبتختار الطرق او الروتس اللي موجوده جوه اللعبه، وبتختار العربيات او الاستوكات اللي موجوده جوه اللعبه تمام. بيبقى طبعا دي بتبقى نازله مع اللعبه، الجرارات دي بتبقى نازله مع اللعبه، فانت بتختار ايه؟ انت بتختار منها براحتك. طيب لو انا اللي عايز اعمل يعني قطر كامل كده من عمل انا وكده، فبدوس على كاستم، وبدوس على بجي على اول واحده اللي هي كرييت نيو، وبدوس كونفيرم، وبستنى معاها لغايه ايه؟ لغايه ما اتحمل للاخر. هنستنى لغايه ما اتحمل ونرجع لكم تاني. طب يا جماعه اللعبه فتحت معانا، طبعا انا وقفت الفيديو وبعد كده ايه شغلته تاني. ليه؟ لان اساسا الخطوه دي اول مره، لو انت اول مره بتفتح فيها اللعبه على الجهاز، يعني طول ما الجهاز شغال لو دي اول مره فبتاخد وقت. لو انا قفلت دلوقتي اللعبه وشغلتها تاني فمش هتاخد وقت، هتبقى سريعه تمام. طيب عشان بس ما حدش يقلق ان هي بتاخر عنده وكده، لا هي بتبقى على حسب الاضافات اللي موجوده عندك. طيب نركز كده يا جماعه، شايفين عندنا هنا على الشمال فوق في طيبي واجن وفي سهم، هندوس على السهم هيبقى عندنا ايه؟ يبقى عندنا واجن وديزل والكتريك وستيم. ستيم دي القطارات البخاريه، الكتريك القطارات الكهرباء، والديزل هي القطارات اللي بتعمل بالديزل، والواجن دي العربيات. طيب احنا دلوقتي ضفنا جرار، فهنخش على الديزل تمام، وهنروح ندور عليه هنا تمام. هنفضل نازلين تحت لغايه ما نجيبه بالاسم ده ES_RIMPI_321 تمام، ظهر معانا بالشكل ده. هنستنى بس لغايه ما يظهر بالشكل يظهر هنا قدامنا. طيب ظهر قدامنا، هندوس انسيرت هنا تمام. وبعد كده مثلا هنروح للعربيات بقى، هنروح للواجن تمام. طبعا انا عامل العربيات، ففين ايجيبت اهو. خلينا ناخد مثلا ايجيبت 3، هنستنى برضو لغايه ما الاضافه تظهر معانا عشان اللعبه ما تبقاش تقيله تمام. ومعلومة يا جماعة، الجرار ده ما كانش بيربط جوه اللعبة هنا، فانا حليت المشكلة دي عشان خاطر تسهل عليكو ان انتوا تعملوا استوك كامل وتمشوا بيه. طب لو دوسنا على انسيرت، شايفين الجرار ايه؟ اصبح ورا. لا احنا هندوس ايه؟ اد تو باك تمام، ونعمل مثلا يجي 5 6 كده، 7 1، ادي عربية 2 3 4 5 6 7 8 8 تمام، 8 عربيات وجرار. طيب هنيجي دايسين نيكست، وهنسمي ده مثلا لو هنسميه الكو 10 مثلا، ندوس سيف تمام. ومن سيف هنيجي دايسين بقى هنا كده، هنيجي دايسين هنا تاني وهندوس على كاستم، وهنيجي ندور على الكو 10 اللي احنا عملناها تمام. طيب الكو 10 اللي احنا عملناها اهو. طيب هنيجي هنا نختار الخريطه، هنا هنختار الخريطه اللي احنا عايزين ايه؟ اللي احنا عايزين الجرار يبقى موجود فيها، او احنا عايزين القطر ده يبقى موجود فيها. طيب الخرائط انا عندي هنا يعني في الاصدار ده مفيش غير الخرائط دي، فاحنا ممكن نختار الخريطه دي مثلا، ونشوف مثلا من هنا من 12 لغايه 15 مثلا، ونظبط الوقت 17، مش 17 كويس، يبقى الدنيا فيها غيوم وتبقى سبرينج و استار. طب يا جماعه اللعبه فتحت ايه؟
فتح اللعبة، دي القيادة من جوه، تمام؟ عشان بس ايه يعني، عشان نبقى على نور شوية، دي القيادة من جوه، تمام؟ يعني مش زي القيادة طبعا بتاع الهنشيل، بس ان شاء الله في المستقبل يعني كل حاجة هتتغير، والاضافات اللي في اضافات كتيرة هتنزل ايه، هتبقى كويسة يعني، وايه وهتعجبكم. بس اهم حاجة عندي الصبر، تمام؟ طيب زي ما احنا شايفين كده، خلينا نشوف الكاميرا الخضراء. طبعا يا جماعة، هي اللعبة دي عشان تتعلمها بالكامل محتاجة ايه؟ محتاجة صبر شوية، محتاجة تركيز شوية. كل الكلام ده والله هننزل عليه، هننزل حلقات على اليوتيوب شرح لكل الكلام ده. بس يا ريت بس ايه يعني، اهم حاجة الصبر، لان والله الحاجات دي بتبقى صعبة مش بتبقى سهلة. لو انت مستعجل فممكن تدور عليها في المحتوى الاجنبي، هتلاقي ايه، هتلاقي شرح لكل حاجة. اسمع بس شوية. العربيات دي ما نزلتش لان لسه فيها شويه حاجات محتاجه تتظبط. طيب يا جماعه، عشان بس الناس تصدق ان العربيات دي محتاجه تتظبط، يعني لو نيجي نبص كده، شايفين الكاميرا دي بايظه، يعني الكاميرا دي بايظه، فالكاميرا دي محتاجه تتظبط، محتاجه تطلع لبره شويه عشان الهيكل بتاع العربيه يبقى واضح معايا، تمام؟ وبس زي احنا كده ما شايفين، خلصنا الاضافه بتاع النهارده، وسمعنا صوت السيرينه، وسمعنا صوت المحرك، وشفنا كمان شكل الجرار من جوه ومن بره، تمام؟ ان شاء الله هيبقى في اضافات زي دي تاني كتير، بس اهم حاجه الصبر يا جماعه، الصبر الصبر الصبر، اصبر اصبر اصبر. ليه بقى؟ يعني ده بيقول لك في التأني السلامه وفي العجله الندامه، فواحده واحده واحدة واحدة، ما يبقاش كله مرة واحدة. يعني حضرتك، احنا لو نزلنا لك سكة حديد مصر كلها مرة واحدة، يعني والله انت هتسيب سكة حديد مصر وهتقول انا عايز مش عارف ايه، انا عايز مش عارف ايه. فده يعني الانسان هو بطبعه كده، فياريت نحاول نسيطر على الطبع ده فينا، ونحاول ايه نصبر على قد مقدرتنا وعلى قد امكانياتنا، عشان نقدر نوصل لحاجة حلوة، وعشان تقدروا انتوا تاخدوا اضافات جميلة تبسطكوا يا عشاء السكة الحديد. وكل سنة وانتوا طيبين. مرة تاني قبل ما نقفل الفيديو، هتلاقوا لينكات الحسابات بتاعتنا تحت في الديسكريبشن، يعني يا ريت تشرفني في الانستجرام، بننزل عليه صور وفيديوهات غير اللي بتنزل هنا على اليوتيوب، ويا ريت تروح لجروب الفيسبوك، الجروب الرسمي لترين سيميليتور ايجيبت، تمام؟ روح للجروب وانضم ليه، عشان هيوصل لك كل جديد هناك، مش هنا بنتاخر في نزول الفيديوهات. وكمان عندك الصفحه بتاع تي اس اي جي، والصفحه دي هي الصفحه الرسميه لتيم تي اس ايجي، وكمان هنضيف عليها كل الحاجات المصرية اللي هتنزل. غير كده شرفنا في موقع محب القطارات، وخد لك لفة في الموقع، يمكن تنبسط ويمكن تاخد معلومة تفيدك. سلام.